السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 26 من سلسلة تمارين الدالة الأسية الليمبيرية. إذا نبدأ بحساب النهاية الأولى. عندنا ليميت ديال الإكسبونسيال ديال جوج إكس ناقص الإكسبونسيال ديال إكس على إكس عندما يؤول إكس إلى صفر. إذا أول خطوة كالعادة هي التعويض المباشر. إذا كنعوض إكس بالصفر، إذا كيجينا أو صفر، جوج في صفر هي صفر ناقص أو صفر على صفر، أو صفر هي واحد ناقص واحد على صفر، يعني غيجي صفر على صفر. إذا هذا الشكل غير محدد، إذا خصني نحيد هذا الشكل غير محدد. إذا هنا يمكن لي ندير التعميل. إذا أو جوج إكس راح يمكن لي نكتب على شكل أو ديال إكس زائد إكس، يعني راه هي أو إكس مضروبة أو إكس. إذا ليميت ديال أو إكس مضروبة في أو إكس ناقص أو إكس على إكس في صفر. إذا ليميت، إذا كنعملو بأو إكس، كيبقى لنا في الحد الأول أو إكس ناقص، وفي الحد الثاني عملنا بأو إكس تبقى واحد على إكس عندما يؤول إكس إلى صفر. إذا ليميت ديال إكس، إذا التعبير يمكن نكتبو على شكل أو إكس مضروبة أو إكس ناقص واحد على إكس. إذا هذا نهاية أساسية. ليميت ديال أو إكس ناقص واحد على إكس في الصفر تساوي واحد، وبالتالي التعويض المباشر كيعطيني أو صفر مضروبة، إذا هنا أو صفر مضروبة في واحد، أو صفر هي واحد، إذا واحد في واحد تساوي واحد، لأن ليميت ديال أو إكس ناقص واحد على إكس في الصفر تساوي واحد. النهاية الموالية ليميت ديال أو إكس ناقص جوج على أو إكس زائد واحد عندما يؤول إكس إلى زائد لا نهاية. التعويض المباشر سنعوض إكس بلس لانفيني، إذا أو بلس لانفيني، أو بلس لانفيني راه هي بلس لانفيني، بلس فيني ناقص عدد هي بلس لانفيني على بلس لانفيني، إذا الشكل غير محدد. إذا هاد النهاية يمكن نحسبها بطريقتين. الطريقة الأولى يمكن لنا نديرو فيها التعميل، إذا كنعملو بأو إكس في البسط وفي المقام. إذا عملنا بأو إكس في الحد الأول غيبقى واحد، في الحد الثاني عندي ناقص جوج، إذا عملنا بأو إكس إذا كنقسم عليها، داكشي اللي عملت بيه تنقسم عليه جوج على أو إكس. نفس العملية غادي نعاودها في المقام، غادي نعمل بأو إكس، إذا واحد زائد واحد على أو إكس، النهاية دائما في لانفيني. إذا عندنا الإمكانية الاختزال بأو إكس، إذا تبقى واحد ناقص جوج على أو إكس على واحد زائد جوج على أو إكس. إذا كنعرفو بأن النهاية ديال واحد على أو إكس بلس لانفيني، يعني هي واحد على بلس لانفيني هي صفر، وبالتالي نهاية الدالة هذه هي واحد ناقص صفر هي واحد على واحد زائد صفر هي واحد، أي العدد واحد. الطريقة الثانية كندير فيها التفكيك. إذا التفكيك ممكن، إذا ليميت إكس أو إلى زائد لا نهاية، في المقام عندنا إكس زائد واحد، إذا باش نختزل على بالمقام أو نختزل بعدد اللي هو كيساوي عدد المقام كخصني يكون عندي او اكس زائد واحد في البسط. اذا ممكن نضيف واحد ونقص واحد، اذا كنضيفو واحد ونقص واحد في المقام، ناقص واحد ناقص جوج هي ناقص ثلاثة، اذا كنا نكتبوها ناقص ثلاثة. اذا من بعد كنديرو تفكيك، اذا كنعرفو بان الا كانت عندنا ا ناقص بي على سي مثلا راه كتساوي لنا ا على سي ناقص بي على سي. اذا ليميت ديال او اكس زائد واحد على او اكس
زائد واحد ناقص ثلاثة على و x زائد واحد. إذن بلوس لانفين. إذن ليميت عندنا و x زائد واحد على و x زائد واحد كنختزلو تبقى واحد ناقص ثلاثة على و x زائد واحد. إذن لدرنا دابا التعويض غيجينا واحد ناقص ثلاثة على الإكسبونسي ديال بلوس لانفيني هو بلوس لانفيني. إذن ثلاثة على بلوس لانفيني تساوي صفر. إذن لأن ليميت ديال واحد على أو إكس زائد واحد كتساوي لنا صفر. طيب الحال بلوس لانفيني.